أول شيء إحنا هون على المعبر على الحدود مع أخواننا الشرفاء أهل غزة. إجينا نشم ريحة المسك، إجينا نزداد كرامة، إجينا نحس بقيمة اللي قاعدين بيعملوه. أظن الكلام بعد اللي شفناه أنت وأي شيء بحكيه مقابل أي مشهد بنشوفه هو انتهى. ولكن يعني أنا أقسم بالله طول الطريق وأنا بحكي بدي أعمل أي إشي، أي إشي بدي أعمل. هذا اللي قادرين عليه الآن، وقاعدين بنستنى وعد ربنا إلنا، لأنه هذا وعد من رب العالمين. وإن شاء الله إن شاء الله الأيام الجاي نمر عبر هاي الحدود لعند إخواننا الفلسطينيين، وإن شاء الله أنه يكون هذا الشهر شهر كرامات وانتصارات. شهر أكتوبر بإذن الله لسه ما خلصش، لسه لازم بقى كلمة اعتذار لأهل فلسطين. لو هتعتذر لهم هتقول لهم إيه؟ مش قادرين نعملكم حاجة، بعتذر عشان نفسي أنا. لا لا هي لا لا مش 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 كلمة اعتذار بجد. يا رب إنكم تسامحونا، لانه راح نتحاسب، احنا راح نتحاسب من رب الكون، راح نتحاسب. شكرا. كان نفسي تخلع النضارة واشوف دموعك. لا مستفادك لو نقرب كل مادك نتحد.